ولمزيد من نقاش وتحليل استمرار الصراع بين الأحزاب على المناصب في العراق مع إعلان بدء جلسات البرلمان الحالي وانعكاسات ذلك على البلاد، معنا في الأستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك معنا سيد نظير، أهلا وسهلا. ومن لندن عبر الخط الهاتفي نرحب بالكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، أهلا بكم. أبدأ معك دكتور أستاذ نظير، هل من المتوقع أن يكون البرلمان الجديد ممثلاً حقيقياً لمستقبل وتطلعات الشعب العراقي؟ يعني حاشا الله أن يكون هذا المجلس هو ممثل عن الشعب العراقي، هذا المجلس الذي هو بجميع تناقضاته وصراع على المناصب وعلى المكتسبات التي يريدونها لا يمت بصلة للشعب العراقي وتطلعاته لا من قريب ولا من بعيد، وبدليل من الجلسة الأولى يعني رأينا الانقسام والتشظي ما بين الكتل، واحدهم يعني يعبر عن شعاراته وانتماءاته الطائفية، بل إن بعضهم يحمل أسماء لبعض الميليشيات، وكأنما هو جاء إلى البرلمان لا ليشرع قوانين تخدم الشعب، إنما ليفرض نفسه بالقوة على الباقين، وهذا كأنما يعني هو مثال حي للديمقراطية التي تريدها الميليشيات. والبعض الآخر يريد أن يتلاعب بعواطف الشعب ويأتي يعني أشياء تعبيرية عن ثورة تشرين، وكأنما يعني يحاول أن يعني أنه يدلس على الشعب. نعم. العراقي بأنه كان يستقل بعضهم تكتك على سبيل المثال للوصول إلى البرلمان، وكأنه يمثل شريحة الثوار. يعني أنا حقيقة من يمثل الثوار تشرين هو من يحمل مبادئهم، لا من يركب التكتك. هل هؤلاء هم قادرون على حمل مطالب الثوار تشرين الذين خرجوا يعني ضحوا بدمائهم من أجلها؟ يعني يبدو الأمر ليس كذلك، بدليل أنهم سيجلسون مع القتلة ومع سفاكين الدم العراقي. نعم. وبمنتهى البساطة وسيندرجون في التحالفات لتقاسم الكعكة الحكومية أو نعم. تمرير القوانين التي هي لا تخدم بطبيعة الحال الشعب العراقي. وما يبدو من الملامح العامة التي اتضحت حتى الآن أن الأمر لا يختلف كثيرا عن الدورات السابقة إلا من حيث الشكل، يعني هناك اختلاف شكلي أنه بعض الكتل دخلت بشكل تعبيري كما تفضلت مختلف عن المرات السابقة. نعم يعني وكأنما يعني أنا أعتقد أن الإيحاء الذي جاء به التيار الصدري حقيقة إيحاء غير مريح لا للشعب العراقي ولا لحتى الكتل الباقية. نعم. يعني ماذا يعني أن تأتي بلباس عسكري وعليه كفن مكتوب عليه جيش المهدي عجل الله فرجه؟ يعني ماذا تعني أن جيش المهدي؟ هذه التسمية هي تسمية لأول ميليشيا تأسست في العراق، سفكت من الدم العراقي الآلاف وقادت فتنة طائفية في سنوات في بداية الاحتلال. يعني ماذا تعني وأنت تحمل هذا الاسم؟ وكذلك يعني ماذا يعني الكفن؟ هل أنت جئت لتقدم الموت لهذا الشعب العراقي، أم أن يفترض أن الشعب العراقي انتخب هؤلاء ليقدموا له الحياة والحياة الرغيدة؟ يعني القصد أننا سنعيش فترة 4 سنوات قادمة في حديث الموت وحديث المفجرات وحديث الاغتيالات، بدليل أن البارحة كان هناك اغتيال لأحد قادة الصدر. وهل تعتقد الصدر سوف يفوت هذه حادثة الاغتيال؟ وسنشهد مرحلة التناقض أيضا أستاذ نظير، وهذا السؤال أطرحه على الدكتور محمد جواد فارس من لندن. دكتور، يعني ما تفضل به الأستاذ نظير وما شاهدناه حتى الآن في تحت قبة البرلمان العراقي المنتخب حديثا في 2022 هو في الحقيقة من حيث المظاهر قد يعني يقول بعض المراقبين أنها ليست بذات الأهمية المتعلقة بجوهر المشكلة، يعني الذين لبسوا هذه الأردية وخرجوا بهذا الشكل وبشعارات طائفية يتناقضون تماما مع ما يقوله الصدر دائما من أنه ينبذ الطائفية وما إلى ذلك. هذا التناقض هو سمة البرلمان الجديد على ما يبدو. اسمحي قبل أن أجيب على سؤالك أن أعزي أبناء شعبنا العراقي وقبيلة الغرير بهذه المجزرة التي حدثت في جبلة والتي كلفت ضحايا أبرياء.
وللأسف أننا في مرحلة هو انفلات السلاح ودولة اللاقانون. أما بالنسبة لما يحدث الآن في داخل البرلمان فهو واضح للعيان بأن هؤلاء لم يأتوا بشيء جديد، وإنما بقوا على نفس المنهاج التي سارت به الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال عام 2003 ولحد الآن، وبقت الطائفية والمحاصصة هي قائمة بين شركاء هذا الحكم اللي قائم منذ ذلك الحين. ولذلك أجد أنه من الضروري أن نفهم جيدا أن هؤلاء لم يأتوا بشيء جديد لمصلحة الشعب العراقي، وإنما هو تقاسم الكعكة كما قال زميلي الموجود داخل الاستوديو. نعم. ولذلك علينا أن نحذر أبناء شعبنا، لأن هذه المظاهر التي افتتح فيها البرلمان ولو أجلت لساعات ولحد الآن لم تكن هناك جلسة قائمة، هذه المظاهر جاءت لتؤكد أن هذه لا حضارية ولا سمة بمن هم يمثلوا هذا الشعب العريق، شعب الحضارات، شعب وادي الرافدين. نعم. جاءوا بهذه المظاهر التي تدلل على أنها مظاهر غير مقبولة من قبل الجميع، ولا ممكن التأمل بأن هؤلاء أن يخططوا ويبرمجوا من أجل قيام دولة تحترم نفسها في القانون والقضاء والأمن لشعبنا ولكل القوى. نعم. المتواجدة من أجل بناء عراق مزدهر، لأنهم جاءوا من أجل ترتيب ما يجول في خاطرهم من محافظة طائفية، لأن السلاح لا زال منفرد، وهم الآن جاءوا تحت تسمية مثلا جيش المهدي أو حراس الكذا، وجاءوا بهذه التسميات أنهم في بداية ما قاله الصدر أنه جاء من أجل إنهاء الطائفية ووقف السلاح المنفلت وإعادة الأمن والاستقرار، ولكن للأسف هذه الأمور تنفيذ تصرفات النواب في واقع الحال. نعم. أرجو أن تبقى معنا دكتور. أستاذ نظير، التأخير والتأجيل الذي شهدته الجلسة كيف يفسر؟ بمعنى يبدو أنهم لم يتفقوا كما كان يجري في المرات السابقة قبل الوصول إلى الجلسة الأولى، لم يتفقوا على موضوع المحاصصة فنقلوا هذا الخلاف إلى قبة البرلمان، وأيضا ظهر ذلك في التأجيل والتأخير المتكرر في انعقادها. نعم، أنا أعتقد أن هذه الدورة سيكون يعني التأجيلات وتسمية الرئاسات وباقي المناصب ربما ستأخذ وقت أطول مما كانت عليه في الدورات السابقة، لأن لحد الآن كما ذكرت يعني لم يكن هناك اتفاق ما بين الكتل بشكل تام قبل انعقاد الجلسة. يعني تصور أنه منذ الصباح تم تأجيلها إلى يعني الظهر، بعد الظهر. وأتوقع أن هذه الجلسة ستبقى مفتوحة لعدة أيام لحين الاتفاق على يعني الرئاسات ونوابهم. يعني الآن بالنسبة لمنصب رئيس البرلمان أصبح هناك اتفاق شبه كامل عندما أعلن الخنجر بأنه هو سيكون رئيس كتلة يعني التحالف تقدم وعزم، والحلبوسي هو سيكون مرشحهم لرئاسة البرلمان. هناك الآن اختلاف عند الشيعة، الإطار التنسيقي يقدم شخصيات والصدر يقدم شخصيات، وما أدراك ما الشخصيات التي يقدموها. مثلا الصدر يقدم حاكم الزاملي، هذا الميليشياوي المعروف بتاريخ الأسود وتاريخ ما قبل الاحتلال. نحن نعرف يعني أنه كان أيضا هو عضو يعني جزء من النظام السابق، والآن أصبح صدري وقيادي بتيار صدري. بالمقابل الإطار التنسيقي من يريد يرشح أحمد الأسدي، اللي هو قبل أيام تم اكتشاف
السرقات التي كان يسرقها ويذهب بها إلى الخارج، ووجدوا في بيته ملايين الدولارات. ويعني هذا الحال، يعني أنا لا أعرف ما هو الفرق ما بينها وما بين الدورات السابقة. نفس الوجوه، نفس الفاسدين، نفس الميليشياويين، هم يحاولون أن يتقاسموا. أنا أقصد هم متفقون في كل شيء من حيث السرقة ومن حيث فساد ومن حيث قتلهم للشعب، لكن الاختلاف هو على مقدار حصصهم. كل كتلة سياسية تريد حصة أكبر من التي تستحقها، يعني نظيرتها. وبالتالي هنا الاختلاف. وأنا أعتقد هذه المرة الخلاف ليس بسيط، يعني الخلاف مستحكم. لربما فشل وصول هذه الكتل على اتفاقات لتقاسم هذه المكاسب ربما يؤدي إلى احتقان، يعني تجده في الشارع. تشكيل الحكومة أيضا هذه مسألة أخرى. نعم طبعا، الآن يعني الآن نحن نعالج موضوع رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، عفوا رئاسة الجمهورية، لكن تبقى المشكلة الأكبر هو برئاسة الوزراء اللي هي تمتلك أكبر الصلاحيات التنفيذية في هذا النظام السياسي. صحيح. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه بدأت نذر الصراع الميليشياوي تظهر من عمليات الاغتيال. يعني الآن الكرة في مرمى الصدر، كيف سيرد على اغتيال أحد قياداته في مدينة العمارة؟ هل سيحاول أن يرد على هذا الاعتداء باغتيال قيادي آخر أيضا من ميليشيات الإطار التنسيقي؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام. نعم. بالإضافة إلى ذلك دكتور محمد، هو ما قاله ائتلاف دولة القانون من أنه أقر بصعوبة الاتفاق على بين الكتل على موضوع الرئاسات الثلاث، وبالتالي قال بأن هذا سيؤجل كما تفضل الضيف الكريم تأجيل الحكومة ربما لأشهر طويلة من الآن، وهذا يعني أن البلاد ستدخل في أزمة كبيرة يعني اقتصادية وسياسية تعيشها منذ أكثر من سنتين. بالتأكيد هناك أمر واضح للعيان أن التأجيلات سوف تحدث. نعم. حتى في انتخاب رئيسا للحكومة، بس قد يكون هناك هذه الجلسة تكون فيها نهاية انتخاب الحلبوسي كما جرى إعلان هذا الترشيح من قبل تقدم وعزم، ولذلك أصبحت المسألة واضحة بالنسبة لترشيح وانتخاب الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب. وهناك اعتراضات قائمة لا زالت في دولة القانون وفي التيار التنسيقي القائم من مجاميع متعددة ممن لم يحصلوا حتى على أصوات قابلة لأن تكون هناك كتلة معينة موجودة داخل البرلمان ممكن أن تقدر بوزن، وإنما أصبحت هزيمتهم واضحة للعيان. ولذلك هناك اعتراضات لا زالت قائمة بما فيها طرح اسم خالد الأسدي. نعم. على أساس أنه سيكون هو المرشح الأول لنائب رئيس مجلس النواب. نعم. أحمد. نعم. وبذلك هذه ستجد عرقلة من قبل التيار الصدري الذي رشح حاكم الزامجي المعروف كما أشار الزميل على حياته الخاصة والعامة والمعروف بتوجهاته. وهنا نتساءل لماذا تتعمد التيارات اختيار أسماء مختلف عليها شعبيا؟ يعني هناك أسماء، يعني كان بإمكانهم أن يختاروا أسماء أخرى من الأكاديميين والعلماء والباحثين الذين يستطيعون بالفعل أن يكونوا مصدر إجماع لدى الكتل الأخرى ولدى الشعب العراقي. لماذا يتقصدون اختيار هذه الأسماء باعتقادك دكتور محمد؟ ليس لديهم هناك أكاديميين محترمين ممكن الركون لهم، ولذلك هم يعتمدوا على هذا الجزء من المتواجدين في صفوفهم. نعم. التيار الصدري وكذلك في دولة القانون إلى آخره من العناصر الغير مرغوب بها، إنهم قبل فترة كانوا يشعرون ويقولون أن المجرب لا يجرب،
وشاهدنا عدد غير قليل من المرشحين لقوائمهم متواجدين وهم مجربون ولديهم ملفات في النزاهة موجودة ممن سرقوا أموال العراق وتلاعبوا بثروته وبكل ما جرى من أمور تخص هذا البلد الذين عبثوا فيه خلال هذه السنوات، وللأسف أنهم راحوا يجددون العهد لهم بتواصل وكذلك بطرحهم كأسماء لامعة. كان العراق ولا زال طبعا يملك إمكانيات جيدة أكاديمية ممكن أن تشغل هذا البلد وتمده بكوادر وطنية مجربة لها خدمات عريقة، ولكن للأسف أنهم لا زالوا يحافظون على هذه المحافظة الطائفية المقيتة، ولذلك لا نجد أي حل لهذه المشكلة. نعم، أبقى معي دكتور محمد. أستاذ نظير، لا يتم ذلك إلا بالبصمة الإيرانية المعروفة، ومن غير المتوقع أن يغيب الحرس الثوري الإيراني عن تشكيلة الحكومة الحالية. هناك وفد يشارك في مباحثات تشكيل هذه الحكومة، وهذه التقاسم يعني بشكل عام في هذا الموضوع. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران قادرة بالفعل على التدخل وتحقيق نوع من التوازن في هذه المعادلة؟ يعني وكما تعلم أن الراعي الإيراني هو راعي لجميع الأحزاب المتنفذة في السلطة بالعراق، لكن لنكن أكثر دقة، الراعي الإيراني يعني ربما نستطيع أن نقول قد خسر كثيرا من قدرته على التأثير وتحريك الخيوط بالعملية السياسية العراقية حاليا. ليس لأنه تغيرت الولاءات أو كذا، لا، إنما هذه الميليشيات وقادتها والأحزاب وقادتها بدأوا وصلوا إلى مرحلة ربما يعني أستطيع أن أقولها أنه قد نسوا أنفسهم وأصبحوا يفكرون بأنهم لديهم القدرة على الفعل السياسي بمعزل عن الراعي الذي صنعهم اللي هو إيران. لذلك تراهم لديهم وجهات نظر ويعني تصرفات وقرارات سياسية ربما لا تصبح يعني لا تصب بالمصلحة الإيرانية بشكل كامل، بدليل يعني التصعيد الذي قامت به الميليشيات سواء على الجانب الأمريكي أو غيرها، وكذلك هذا التعنت ما بين الفصائل الميليشياوية الشيعية فيما بينها، بينما في السابق كانت أكبر المشاكل تحدث بين الميليشيات ولا يلبثوا إلا يعني فترة وجيزة ثم يلتئموا على قول رجل واحد. لكن الأمر الآن اختلف، هناك انقسام حقيقي ما بين هذه الميليشيات، هذا دليل على ضعف الأداء الإيراني في التوفيق بين هذه الميليشيات. لا ننسى أيضا تأثير ثورة تشرين على تصدع يعني الكتلة الموالية لإيران، لذلك هي تحاول جاهدة يعني سواء على مستوى قاآني واللي يمثل الحرس الثوري الإيراني وكذلك على مستوى السفير الإيراني في بغداد واللي يمثل الحكومة الإيرانية ومحاولاته لرأب الصدع، لكن لم يستطيعوا أن يقوموا بهذه المهمة قبل انعقاد الجلسة الأولى، وهم ما زالوا يحاولون عن طريق ماذا؟ عن طريق تأجيل حسم هذه الملفات ولربما حتى تتجاوز التوقيتات الدستورية ويتجاوزوها بأعذار مختلفة إلى أن يصلوا إلى مرحلة ممكن ترضي الجانب الإيراني. لكن أنا أعتقد هذه المرة الأمر أصبح صعبا على الجانب الإيراني وكذلك على جانب الميليشيات، لأن الأمور تغيرت. الآن الشعب العراقي ليس كما كان قبل 4 سنوات أو لربما قبل 8 سنوات. ربما هذا ما دفع رئيس تحالف الفتح هادي العامري للقول بأنه هناك تمزيق للمكون الشيعي داخل الحكومة وأنه ليس في الصالح العام، يقصد صالح المكون الشيعي، خاصة أن التيار الصدري ليس منضويا في الإطار التنسيقي. نعم، هذا كلامه ينطلق من يعني عقلية، نعم، لا، من عقلية أنه الحكم يجب أن يكون
بيد الشيعة، وأنا لا أقصد الطائفة الشيعية، إنما بيد هذه الأحزاب الموالية لإيران، والتي يعني تمتطي الموضوع الطائفي الشيعي للسيطرة على البلد. لذلك التشظي في هذا المنظومة الشيعية سيؤثر على نفوذ إيران، وهذا هو مصدر الخطر الذي يمثله بتصريحات هادي العامري. وأعتقد أن الأمر ربما التشظي على المستوى السياسي ينتقل بشكل سريع إلى تشظي ميليشياوي. يعني كما تعلم أخي، يعني هذه التعبيرات الإيحائية لم تأتي من فراغ. عندما يأتي نائب يعني هو رجل سياسي، نائب سياسي يلبس زي عسكري وعليه كفن، والكفن مكتوب عليه جيش المهدي، ماذا يعني؟ ماذا يعني هذا؟ معنى أنه جاي يريد أن يقاتل، وهو مخلي على باله أنه سيقتل. معناها الرجل لا يأتي هذه الرسائل المتبادلة. نعم، هذه الرسائل المتبادلة دكتور محمد، واستخدام البرلمان لتوصيل هذه الرسائل بين التيارات والأطراف المختلفة، بالإضافة إلى ما قالته ميليشيا حزب الله في العراق بأنها تحذر من تصاعد الأوضاع في البلاد ووصولها إلى ما لا تحمد عقباه كما قالت الميليشيا، ماذا يفهم من كل ذلك؟ وكما تفضل أستاذ نظيف، في الحقيقة هذا أمر مستغرب. يعني إذا كان البرلمان هو مكان لحل الخلافات بالشكل القانوني المدني، وحضروا بهذه الكيفية في الجلسة الأولى، فماذا سيفعلون خارج القبة؟ يعني واضح أنهم لا يريدون أن يتركوا المجال لغيرهم. نعم، بسبب من كونهم جعلوا من البرلمان وتواجدهم في البرلمان كمعبر أساسي لهم في قضايا مالية وميليشياوية والتزامات دقيقة مع إيران في أمور كثيرة. ولذلك أن قيادة حزب الله تعلن هذه الاتجاهات صريحة وواضحة بأنهم لا يمكن أن يتركوا كل ما أصابهم من خذلان كما يدعون، وكذلك هزيمة مرة بالنسبة لهم لعدم حوزتهم في عدد من المقاعد المتواجدة. أعتقد أنهم لا يمكن لهم أن يسكتوا، ولذلك يعبروا بهذه التعابير بسبب من كونها أنه تواجد هذه الميليشيات الذيلية القائمة الآن في العراق والسلاح المنفلت هو الذي يأخذ مجرى بالنسبة لهم، وهذه التهديدات علما بأنه الإيرانيين والأمريكان متواجدين في جنيف ويريدون تقاسم هذا الوضع من خلال هذه الاتفاقيات التي ممكن أن تتفق على أساس تقاسم النفوذ في العراق، هذا لك وهذا لي. نعم، ولذلك يجب أن ينتبه شعبنا وقواه الوطنية بأن هذه المسألة يجب أن لا تمرر، يجب أن لا نسكت عنها، ولذلك نرفع صوتنا عاليا أنه لا للتدخلات الخارجية المتواجدة في العراق من المحتلين ومن النفوذ الإيراني والتسلط الإيراني القائم حاليا في والمتخذ واجهة من هذه الزمر اللي موجودة داخل البرلمان بصفة معينة. تمام دكتور. أخيرا سيد نظير، لماذا يصر التيار الصدري على استبعاد نور المالكي كشرط لدخول الإطار التنسيقي؟ وهل هذه العقدة تكمن هنا في هذا الموضوع؟ أخي القرار مو قرار تيار صدري، القرار قرار مقتدى الصدر. هذا الرجل يرهن يعني مستقبل. هل هناك فرق بين التيار الصدري ومقتدى الصدر؟ نعم هناك يعني خلافات شخصية، يعني
لأنه هو في البداية يعني كان رجل ليس لديه شيء مع المالكي ودعم في حكومته الأولى أعتقد، والآن يعترض عليه. الآن هو يعترض عليه لأنه ضرب ضربة موجعة في البصرة يعني أظن في الدورة الثانية للمالكي، وأصبحت له خصومة شخصية، ولأنه المالكي انتقد الصدر في مواطن عديدة ولذلك يريد أن يتشفى به. ويعني حتى يعني هو لنقل انه هو رجل يعني فعلا طائفي وتفكيره طائفي، الان من اجل مصلحه الفكر الطائفي الذي يحمله سواء الصدر او المالكي، المصلحه تقتضي انه يلتئمان، لكن الامر فاق هذا الامر، الان اصبح هناك خصومه شخصيه وفيتو من مقتدى الصدر على المالكي، ولا يريد ان يسمح له بالوصول الى اي منصب حكومي. طبعاً فقط أريد أن أنبه على في أقل من دقيقة موضوع جماعة اللي يسمون نفسهم من ثوار تشرين وصلوا، يعني أنا أستغرب هل هم لديهم قدرة على مثلاً رفض أي قرار صدري ستقوم به الكتلة الصدرية مثلاً، والله يعني لو رفضوا لا أخرجوهم من المجلس بالعصي وبالأضرار. يعني أنت لديك يجلس معك نائب صدري يلبس الزي العسكري وحاط على ظهره كفن ومسميه جيش المهدي، أنت جئت للبرلمان تريد أن تنافس هؤلاء بطريقة ديمقراطية، هذا ضحك على الشعوب. لا مكان للديمقراطية يعني. فأنا أعتقد مقاطعة هذه العملية هو الحل الأسلم، وأدعو شعبنا أن يبقى يستمر في مناهضة هذا النظام السياسي الذي لا يأتي بخير إلى هذا الشعب. شكرا لك سيد نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا في الأستوديو. الشكر موصول لضيفنا من لندن الدكتور محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي، نلتقيكم بعد قليل.